بكم يا أصدقائي. اليوم سوف نتعلم الرسم على برنامج الرسام بمساعدة المدرس. حاولوا رسم الشكل الذي سيظهر باستخدام برنامج الرسام. أولاً، قوموا برسم دائرة كبيرة، ثم ارسموا دائرتان صغيرتان داخل هذه الدائرة. والآن بواسطة القلم قوموا برسم منحنى جميل إلى الأعلى. لقد أصبح وجه جميل، أليس كذلك؟ أصدقائي، قوموا بتطبيق الرسم باستخدام صندوق أدوات الرسم، ولا تنسوا تلوين الرسمة بواسطة صندوق الألوان.